يا مجري الآن هاني يا مجري الآن هاني يا علي ملازراري يا علي ملازراري يا مجري الآن يا مجري الآن هاني وصل وقت الأزهار وصل وقت الأزهار لطيبة الطيبة لطيبة الطيبة بدري يا حس يا حيف صبر طيبة 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 حبي ألي العبا حبي ألي العبا قلب المحب الزبا قلب المحب الزبا استراحة بس يا من يذكرني بعهد أحبتي طاب الحديث بذكرهم ويطيب أعد الحديث علي من جنباتي إن الحديث عن الحبيب حبيب ملأ الضلوع وفاض عن أحنائها قلب إذا ذكر الحبيب يذوب ما زال يضرب خافقا بجناحه يا ليت شعري هل تطير قلوب ومع كلمة الإرشاد وفضيلة الشيخ محمد طه فليتفضل مشكورا غير مأمون جزاه الله عنا كل خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسعد الله هذه الوجوه الطيبة وأنار الله هذه القلوب المشرقة. وما يسعني أيها الإخوة إلا أن أشكر لكم حضوركم وأن أبارك أولا للعم الغالي أبو علي حفظه الله تعالى جد العريس في عرس ولد ولده، وأبارك كذلك لوالد العريس، وأسأل الله عز وجل وللعريس أن يبارك في هذه الذرية إلى قيام الساعة وأن يجعلها ذرية طيبة. قولوا آمين جميعا. أيها الإخوة أيها السادة، أسأل الله عز وجل أن يديم الفرح والأنس في هذه البلدة وأن يجعل أعراسنا إيمانية على نهج الله، على نهج كتاب الله وسنة رسول الله. سأدخل في الموضوع مباشرة. كلنا أيها الإخوة يحب أن يعيش حياة رغيدة، أن يكون سعيدا في حياته، سواء أكان عازبا شابا متزوجا
كبيرا صغيرا رجلا امرأة، الكل يبحث عن السعادة. نحن متفقون في هذا، الكل مطلبه السعادة في هذه الحياة الدنيا. ولكن أيها الإخوة، أين هي مكمن السعادة؟ فتشوا عنها وبحثوا في المال فما وجدوها، بحثوا في الجمال فما وجدوها، وبحثوا في القوة فما وجدوها، وبحثوا في النساء فما وجدوها. لأن مكمن السعادة أيها الإخوة إنما نطق بها الله عز وجل في قوله سبحانه جل في علاه سبحانه وتعالى: الحياة الطيبة إنما هي بالعمل الصالح، من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. لو كانت السعادة أيها الإخوة بالمال لكانت مناجم الذهب هي أسعد المخلوقات، ولو كانت بالقوة لكانت السباع في الغابات من أسعد المخلوقات، ولو كانت في الجمال لكان الطاووس هو من أسعد المخلوقات. أما السعادة الحقيقية إنما هي في العمل الصالح أيها الإخوة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. السعادة معاشر السادة أيها الشباب إنما هي أن تلتزم أوقاتك الخمس في جماعة. السعادة أيها الشاب أيها المتزوج أيها العريس أن تأتي إلى بيتك وتطبق فيه شرع الله تعالى، فيوم خلا فيه شرع الله بدأت العيشة النكدة وطبق فيه قول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا هو إبراهيم بن الأدهم رحمه الله تعالى، كان أبوه ملك من ملوك خراسان، مال وجاه وسلطان وملك وكفى، ما وجد السعادة مع أبيه أيها الإخوة. أين وجدها؟ وجدها وهو يجلس على ضفاف دجلة يأكل كسرة خبز يابس ويحمد الله تعالى ويقول: نحن في لذة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. ورحم الله القائل: رغيف خبز يابس تأكله في عافية، وكوز ماء تشربه من صافية، ومصحف تقرأه مستند لسارية، هو النعيم كله والعفو ثم العافية. سعادتك أخي المؤمن، سعادتك أخي الحبيب أن تكون مع الله عز وجل في كل ساعاتك وفي كل لحظاتك. أقول للشباب، للذي جرب كل ملذات الحياة، أقول لك: لم تجد السعادة، جربها يا أخي، أن تدخل إلى بيت الله في كل يوم خمس مرات ثم قابلني بعد ذلك. ليست السعادة كما هو في متخيلنا أيها الإخوة، أن يملك الرجل كنوزا من كنوز الدنيا، أن يكون له رصيد في البنك، وأن تكون عنده سيارة فاخرة، وامرأة هي من أجمل النساء، وقصر كبير. لا والله أيها الإخوة، هذا هو أحد أولاد المأمون، علي ابن المأمون الخليفة العباسي، كان يقف على شرفة قصر أبيه وهو يشعر في ضنك أيها الإخوة، يشعر في شقاء في تعاسة. نظر وهو يقف على شرفة قصر أبيه ليرى عاملا من العمال بسيط يراه يعمل في كل يوم، مع غروب الشمس ينطلق إلى داره. في أحد الأيام نادى علي، قال: حدثني عنك. قال: ما تريد؟ قال: ماذا تعمل؟ ماذا تأكل؟ أين تسكن؟ ما عندك من الأولاد؟ قال: أنا عندي أم وزوجة وأختين، وأنا أعيلهما بعد الله عز وجل، أصوم في كل يوم اثنين وخميس، أصلي أوقات الخمسة،
عند غروب الشمس أعمل بما ترى، وعند غروب الشمس أعود إلى بيتي. يحدث من؟ علي بن المأمون ابن الخليفة. أعود إلى بيتي، أجلس مع أمي في بيت قديم خرب. قال: هل تحس في سعادة؟ قال: والله أنا من أسعد خلق الله عز وجل، لما لا أكون سعيدا؟ أصلي خمسي وأذكر ربي وأبر أمي. ماذا فعل علي بن المأمون أيها الإخوة؟ ابن الخليفة العباسي ترك قصر أبيه وهام في وجهه في الدنيا، سار وغاب، بحث عنه المأمون وفتش في كل بلاده فما وجده، ليجده بعد سنوات وكان قد آن الرحيل وأزفت الآزفة وجده ميت. ماذا كان يعمل؟ كان يعمل نجارا في إحدى البلاد، ترك الإمارة وانتقل إلى النجارة لأنه وجد السعادة فيها. قالوا عنه: كان عابدا، كان زاهدا، كان مصليا، يبكي ليل نهار. نعم أيها الإخوة، ربما تكون فقيرا وربما تكون ضعيفا، ولكن والله الذي لا إله إلا هو، كن مع الله ولا تبالي. إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان الله عليك فمن معك؟ ألا تريد أن تكون سعيدا؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وهذا كلام رب العالمين. هناك أيها الإخوة مكالمة هاتفية مسجلة في السبعينيات بين مغن طالما أطرب الشباب وأطرب العشاق. هذا المغني لعل الجميع يعرفه، عبد الحليم، له مكالمة هاتفية مع أحد الممثلين الكبار في مصر. يسأله فيها الممثل، عبد الحليم يسأل الممثل، يقول له: بالله عليك. انظروا أيها الإخوة، وكلنا يعلم من عبد الحليم، جلس مع الأمراء ومع الوزراء وسكن القصور وعنده أموال كثيرة طائلة طائلة لا يعلمها إلا هو. سأله، قال له: أسألك سؤال وأجبني عليه بصراحة في مكالمة هاتفية. قال: هل تجد نفسك مسرورا؟ هل أنت سعيد في حياتك؟ ليقول له الممثل: والله سأتكلم معك بصراحة. قال: والله أنا أضحك وأضحك الناس وأخرج على المسرح وأدخل السرور إلى الناس، وإن قلبي يعشعش فيه الخراب، ما أشعر بسعادة ولا بلذة ولا نعيم ولا هناء أبدا. يقول له عبد الحليم: والله أنا ما نمت منذ سنوات إلا بحبة منوم. لماذا أيها الإخوة؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذا وجدت الضنك في بيتك، في نفسك، في داخلك، ما هو السبب؟ السبب هو بعدك عن الله عز وجل. أما العلاج فسهل أيها الإخوة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اعمل صالحا أخي المؤمن، تكن سعيدا في الدنيا وتكن عند الله سعيدا بإذنه تعالى. وقل: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، ويا ليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. كن راضيا عن الله عز وجل في رزقك، في حياتك، في معيشتك، وتقرب إلى الله بأعمال صالحة، وعلى رأسها وعلى قمتها الصلوات الخمس في جماعة، تجد عندئذ السعادة تدق بيتك أيها الأخ في كل وقت. لا أريد أن أطيل عليكم أيها الإخوة، بل أسأل الله أن يجعل رقصكم هذا طربا وفرحا وطاعة لله عز وجل. ولا يسعني أيها الإخوة إلا أن أشكر المنشد
الذي عرف بالإنشاد والإرشاد، الأخ الشيخ محمد خير علي حفظه الله تعالى، ونقول له باسمكم جميعا أهلا وسهلا بك في هذه البلدة الطيبة وأهلها طيبون إن شاء الله تعالى. وأعود فأبارك لجد العريس ولوالد العريس وللعريس ولأعمام العريس ولأهله أجمعين، وأسأل الله أن يجعل هذه البلدة عامرة بطاعة الله تعالى، إنه سميع مجيب. أقول هذا القول، وكل منا يستغفر الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. باسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ الأستاذ محمد طه. تفضلوا على الرأس، مشكورين، أحلى تحية. ألف ليرة سوري، لف إلى زينة العرسان أحمد حسون أبو عجاج. ألف ليرة سوري، لف إلى العريس أحمد، وجعل الله مبارك للعريس أحمد زينة العرسان. وإلى طيوف لنا أجمل تحية وأجمل سلام، كافة القرى والعشائر لنا أجمل تحية وأجمل سلام. من عيون عم العريس محمد أحمد المصطو، أحلى تحية إلى الفرح وإلى الضيوف لنا أجمل تحية وأجمل سلام. ألف ليرة سوري زيعان جوبة العريس إلى الداعي أبو أحمد، لنا أجمل تحية وأجمل سلام من عيون عم العريس محمد أحمد المصطو، أحلى تحية إلى كافة الضيوف والمعازيم وإلى قائد العرف والعروبة سيادة الفريق الدكتور بشار حافظ الأسد رجال الأبطال. أحلى طلب خاص حمو على الثناء على فقر الشيخ ياسين، إلى أجمل تحية وأجمل سلام. أحلى عيون أولاد المرحوم رزوق المحمود الحجير، أجمل تحية وأجمل سلام. أبناء المرحوم رزوق المحمود أجمل تحية وأجمل سلام.
الباب هي السيد جميل بطلور طيب والسلام. يلا 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 تحيه للسيد ابو حجاج واولاده اجمع تحيه مليون سلام. Hello.
الشباب والله عيون الشباب جمال احلى تحيه مليون سلام عيونك محمد الشباب اهل الباب اكرم اليوم سلام